مطلوب مساعد ديلر يشتغل معاك. مطلوب ايه؟ مطلوب مساعد ديلر يشتغل معايا بشرط ما يكونش مرشد. هو هيرشد عن نفسه يعني ولا هيرشد عنك؟ ده انا اللي هرشد عليكم انتوا الاثنين دلوقتي. ويكون سالك وما يشربش المكسب كله لوحده. سالك ولا سادق؟ حضرتك بس انت اللي محتاج تبقى سالك. ما هو بيقول لك اللي يخون يبقى خاين، فاهم؟ يعني انت لو مش خاين ومش مرشد ومش بتسف انت الحاجه هتدي الامان لاي حد، لكن حضرتك انت الخيانه نابعه من جوه، فانت عندك احساس ان الناس كلها خاينه. صح ولا انا كلامي غلط؟ واشترط يكون من ابناء الجيزه. ليه من ابناء الجيزه؟ هتقعدوا في اكتوبر؟ والقبض اليوم 1000 جنيه بالتوفيق ان شاء الله. حضرتك بتاخدوا بنات معاكم؟ اه بتاخدوا بنات؟ وهروح ابلغ عني وعنك زي الحجز باسبقيه الحضور كده، انت فاهم؟ اللي يبلغ الاول. ممكن ايه بالظبط؟ حضرتك ممكن نستر الجزء ده، انا مش كل فيديو اقعد اعدل عليه، بعد كده نمكن مع بعض عادي، انا معاكي للصبح، انا واحده تافهه اصلا. خلاص الناس حلقة هتدهور بقى، هم بيأجروا قلوبهم دلوقتي. وقلب حضرتك ايه، مفروش ولا على البلاط؟ شكله على البلاط، انا واخدة بالي كده ان هو على البلاط. خلي العالم يركن ليه؟ انت عندك جراج برضو؟ ما شاء الله انت بتستثمري في اعضائك. شكله عاشق مدمن. محتاجة تروحي مصحة او تسكني في قلبك كده وتسكتي، يعني احبسي نفسك كده لمدة 40 يوم عشان الهيروين يطلع من دمك. ايه الغلط في الموضوع؟ حضرتك بتأجري وبتستثمري، بس هو من موضوع الادمان ده هو اللي ممكن يبقى عندك غلطه، يعني حاولي تعدلي من نفسك، ما تقوليش ان العمر راح، لا ده العمر جاي ان شاء الله. او هيجي علينا على حسب، ربنا يلطف بينا. مش لاقيه له غلطه ليه؟ ما فيش بني ادم طبيعي ما بيغلطش، كلنا بنغلط. ليه اجرت الناس مشبوهه؟ لو كان لي سلطه ما كانش اتقبض عليكي. خلينا بس واقعيين، انا مش عايزه اصدمك بالواقع. هو اللي دبسك، هو اللي بلغ عنك تلاقيه. انا مش ممكن اسامح. ليه يا حضرتك مش ممكن تسامح؟ وبعدين ايه الانتاج اللي ب 2 جنيه ونص ده؟ كنت تعالى وانا اكتب لك سكريبت حلو قوي، يعني وحضرتك وعامل لك كمان مونتاج على الفيديو، بس ما تنحدرش كده. وبعدين مين طنط اللي معاك دي، مراتك؟ انت كسرتي اوامري وما قلتيش انت رايحه فين بدون اذني. حضرتك انت بتمثل غلط، انت وشك للكاميرا، انت اوت كادر كده مش هينفع، عايزين ناخد الرياكشنات بتاعت وشك. ولا في اي رياكشن من الاستاذه اللي واقفه قدام حضرتك، انت ما دفعتلهاش الاجر ولا لسه ما اديتلهاش البريك بتاعها. ما عبرتيش جوزك وما استاذنتيش من جوزك. ايوه خلي حضرتك معانا هنا واديها لمغزى ظهرك، يعني انت فاهم هي هتبتدي تتفاعل معاك من خلال القفا. لا استأذنتيش من جوزك اللي هو جوزك ابو ولادي. يعني هو حضرتك مش متاكد اذا كنت انت جوز ابو ولادها ولا لا؟ ده اخرة الهبد ده بقى، عارفين انتوا لو كاتبين مش هتهبدوا الهبد اللي انتوا بتهبدوه ده. اتفضل، انا غلطان، انا غلطان، انا كان المفروض اكل ما اكلتش، فهقعد اكل في نفسي طول النهار. هي ليه واقفه كده حاسه ان هي متغاظه منك، متضايقه، حاسه ان هي يعني بكف ايدها كده وهتسلم على وشك دلوقتي، وحقها بصراحه. مشيت بدون امر ليه وعشان ايه؟ انا عايز افهم ليه. يا ابني الكلام اخد وعطى، ادي لزميلتك فرصه ترد عليك. ايه ده سنه اولى تمثيل ده؟ انتوا محتاجين تقعدوا معايا شويه. ليه وعشان ايه؟ اسامحك ايه؟ سامحوني ان انا جبت لكم الفيديو ده. انا عارفه ان انا بتك عليكم الفتره دي، بس سامحوني ما قدرتش افوت الفيديو بصراحه، حسيت ان انا ممكن يحصل لي حاجه لو ما جبتش الفيديو ده. طب بس خلاص خلاص احنا مش قلنا في سلمة نظيفة؟ ها؟ عايزينها تبقى مرة نظيفة نظافة، ما ينفعش الأحضان ده، عيب يا طنط. أنت كده وقفت غلط، عملت غلط كده. أيوة ارجع زي ما أنا بكلمك بالظبط، أنت مش متعلمة ولا إيه؟ يعني حضرتك جاي تعلمها في نفس ذات المشهد؟ طب حضرتك فاتح كاميرا ليه؟ وحضرتك مش عامل مونتاج على الفيديو ليه؟ يعني حضرتك بتديها حركة كاميرا أثناء التصوير؟ وإحنا بقى نمنتج مع نفسنا بقى. صح؟ لا انا مش هسامحك، اذا كنت هسامحك بس علشان لا ايه يا راجل يا عجوز، بس افكارك قد الكوس فعلا. حضرتك عايز تعيد المشهد بتاع الحضن تاني يا راجل؟ اتقل لا يا راجل، يا راجل اتقل لا، عيب مش كده، وانت زي الهبله واقفه له وساكته يستدرجك يا عبيطه يا عبيطه. تعالى الجهادي شويه علشان الكاميرا، ده انت بتاعت سينما. ايوه الجهادي، مش الجهادي ولا الجهاديا؟ نو تاتش يا بابا، ما تحطش ايدك عليها، وجهها من غير ما تلمسها. صحيح ناس متسيبه. وانا مش ممكن اسامحك. تمثيلك ضعيف، هي بتبقى كبشه كده فاهم؟ الكبشه دي تنزلها تحت على طول، يعني مش لسه سلو موشن وجو الحمضان ده، خلاص زينا منه يا ضنايا.
لا انا مش هسامح يا عم. عنك ما سامحتها يا عم، انا مش مسامحه نفسي اصلا، انا اتفرجت عليك. اذا كنت هسامحك بس علشان خاطر العيال انت مالك اتربكت ليه كده لما جت تاخد بقيه المشهد؟ ها ده حضن اخوي او زوجي حسب ما انت شايف الموضوع ازاي. ما ترتبكش، مفيش ممثل كده يرتبك، خليك قوي. هي مش حافظه غير سامحني، سامحوني انتوا على الفيديو ده، انا عارفه هو حد يشتم في الكومنتات هزعل منه. مين اللي مسكر زي السكر يا عم؟ جبت لنا ضغط، حرام عليكم مش كده. تعرف حضرتك استاذ حكيمه بالعمد اللي من شرق البحر، لو يعرف ان حضرتك هتغنيها كان زمانه طخ نفسه. اه والله العظيم ما بهزر. يعني حضرتك الحزام اللي انت لابسه ده انا اتكسف البسه، والله العظيم اتكسف البسه. انا ما بقتش اشوف يا ابني من اللي انا بشوفه، انا ما بقتش اشوف. ما تلفش بقى هتورينا ايه؟ ما كفايه المصيبه السوداء اللي قدامنا. حلاوه ايه ده؟ زفت ده تراجع اخلاق ده؟ عامل زي تراجع البورصه، ده السهم تلاقيه راح نزل كده مره واحده جاب الراجل نص. هو حضرتك يعني مقدس حياتك للشجره بترقص للشجره؟ واحنا مالنا؟ احنا هنشوف لا مؤاخذه النظريه الخلفيه بتاعت حضرتك، احنا مالنا؟ هو حضرتك ابنه؟ هو كده يقول لك الولد بيمشي على خطى ابوه؟ ده خطى من عيال بستين نيله. لا لف بقى، بابا كان بيلف من شويه، انت لف بقى ورينا نظريتك الخلفيه عن الموضوع عامله ازاي؟ ايوه شاطر وبتسمع الكلام. انت مش محتاج تستخدم الاي اي ولا الذكاء الاصطناعي لا مؤاخذه عشان يحركك كده، انت كده كده بتتحرك كده لوحدك. طب قولوا لي في الكومنتات، هو بتحرك كده لوحده ولا انا اللي بتحرك وانا قاعده؟ صوتي راح والجيران كل شويه يتفرجوا عليا، بابا بيعرفوا انا بصور امتى. كان في زمان فرقه كده اللي هي بيعملوا تك 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 تك، عارفينها؟ اللي يعرف اسمها يكتب لي في الكومنتات عشان ان شاء الله ربنا يكتب لك خير معاه وكده وياخدوك. بس قبل ما حضرتك تروح ان هم ياخدوك، لو سمحت احلق الدقن دي لو سمحت بعد اذنك. يعني ويا ريته خطفك، ما كنتش طلعتين. انا حضرتك انت اللي بترمي الورد على نفسك؟ خلاص عايشه وحيده؟ طب انت شفتي ايه؟ انت مش عايزه تقولهن، ولما انت شفتي انت ليه محتفظه بيه نفسك؟ يعني قولهن على طول بدل ما انت قاعده تشوقينا كده. بعدين قومي كده تعدلي واتكلمي كويس كده. ابعت لها بقى تيك الذهاب بالعوده، خلي عندك دم بقى، الوليه مش هتحتف عليك، قاعده ترمي على نفسها ورد مش كده؟ مين ده؟ انت معانا ولا علينا؟ انت مين يا ابني؟ هتجوزك بنتها ازاي باللي انت عامله في نفسك ده؟ حرام، لا يجوز، النساء لا تتزوج من النساء. هل بينكم في ذكر ولا انتوا كلكم اناث؟ حمات مين يلا هتشيل الولاية مش كده؟ معايا يا ابن حلال، زقوا معايا يا ابن حلال، مش لازم اجيب لا. هو من ناحيه ابن حلال فحضرتك ابن حلال مصفي، عارف انت المصفى لما بنقعد نصفي كده الطماطم نشيل البذر الفوق والصوص بينزل لتحت؟ حضرتك انت البذر بقى، فمحتاجين نرميه، فاهم؟ يا رب تكون فهمت، بس البذر مؤنث، اطمن انت في النص، لا انت هنا ولا هتبقى هنا، فانت كده امشي بقى عشان اصدع. في ايه يا ولاد؟ فين العبايه عيب مش كده؟ يا اللي تسكعي في عبايتك. انت شايفه ان الحصان كده برضه؟ صدقي صدقي طلعت قليل الادب، وانا فاكراكي محترمه. ده لازم المرشدين يجوا لك، انت لو المرشدين ما جالكيش يبقى في حاجه غلط. محروقين منك؟ لا ده هم محروقين من اللي هم بيشوفوه، ولو شافوكي هيعملوكي بطاطس محروقه مش مهروسه. محتاجه تضربي طلقات؟ ما انت مطلوقه علينا اهو. الجمله الحقيقيه في الموضوع ان تاريخ حضرتك يشهد لك وهيشهد عليكي برضه، خليكي حذره بقى. لو كان الكلام من فضه. هي فيديوهات النهارده يا جماعه بصراحه هتجيب الشلل. في ايه؟ يبقى السكوت من ده. الله عليك.
الفكره دي يا جماعه لكبار السن. اللي لفت نظري في حضرتك ان الجزء بتاع العين ده شبه الجزء بتاع العين عندي، فافتكرت ان في صله قرابه ولا حاجه، بس الحمد لله طلعت ما فيش صله قرابه ولا حاجه. انا والله العظيم انا اللي غلطانه، بعتذر لنفسي بذات نفسي. انت ايه اللي طلعك في البلكونه عشان صاحبه يشوفك؟ مش قلت لك اطلعي البلكونه بطرحه؟ اتخض. لا حضرتك طلعتي من غير مكياج. ده هو اللي خاف مش انت اللي خفتي، ما تقول الحقيقه بقى. اهي انا يا غلبه من اللي انا بشوفه منكم، ده رجب انتحر من اللي بيحصل فيه الراجب. وانت ايه اللي صحاكي؟ ايه اللي صحاكي؟ طلعت سودة سودة. انا مش قلتلك خد المنوم ونامي؟ لازم 8 ساعات جسمك يرتاح فيهم عشان ما يجيلكيش هلاوس سمعية وبصرية. ياخدوا عزة من القصة الحزينة دي ومحدش يحب تاني. ليه انت عايزانا نتجنن زي حضرتك؟ ده احنا كده ماسكين عقلنا بالعافيه، انت متخيل احنا لو حبينا هيحصل فينا ايه؟ وانا اقول الراجل طفش ليه؟ ايه؟ ده سيشن فرح؟ وحلو وتامر حزن واختيار ومش اختيار؟ وتم الاختيار عليك، يعني تم القبض عليك. ولا سنة دي وضهر ايه؟ انت بتتعلمي فين مكياج ولا ايه؟ مش كده يا شيخ، عيب على شنبك يا شيخ. رموش رموش وصلت للرموش. الاغنية ملهاش علاقة بالواقع، يعني الرجولة كلها مش الميك اب كله. باهتمام ايه؟ هو مش هو اللي بيحط الميك اب حضرتك الاغنيه دي؟ يا استاذ تامر الحق اغانيك يا استاذ تامر، اتضربت في السوق. ده سعادتك لو عرفت الاغنيه دي محطوطه عليه ما كنتش غنيتها. ده حضرتك هتقول هات للصبح. انا فوت لك كل ده، لكن حضرتك ترفع الشنب عشان تحط رشد؟ دي جريمه، دي جريمه في حق الشنب. ما شاء الله، يعني انا اولادي يكبروا يخشوا ثانويه عامه نبقى بالمنظر ده؟ ليه يا مستر كده؟ ليه يا مستر؟ فقدت هيبتك يا مستر، كله قلب وجهه على الترند. علمين ايه؟ ده علمين وسوادين، مش علمين بس. يا ابني ده تحرش، ده في حق الطالبه اللي عندك، ده انت تخش في كلابوش. ده البعيد مش عاتق لا انثى ولا ذاكر. مارس يا برو اركب يا توتو. توتو والله ما حد عارف مين توتو في الموضوع. وطبعا ختامها مسك مع الراقص العثمالي شو. حضرتك بتفكرني بمسلسل حريم السلطان؟ هو انت خارج من جزء كام؟ عشان انا فضلت لحد الجزء الخامس وزهقت. طب يا حضرتك ما قدرتش تكمل السلسله دي بحيث انها تستر بدل ما يهترى كده، ولا انت ايه ظروفك؟ او تاخد برد، ولا يجي لك التهاب رئوي، ولا اي حاجه؟ احنا خايفين عليك برد، ده انت قامه فنيه. اخو مين؟ هو حضرتك تبقى اخو مين؟ يعني الكلام رايح لمين؟ عشان افهم بس، ولا ده فوتوشوب؟ يا رب يكون فوتوشوب، يا رب الجيل كله اتضرب كده حرام. حريم تهز مين؟ ده هو يهز جبال، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ فلوس وبتصرف ماشي، لكن بنات دي عليها علامة استفهام. ده انت قلبت الخيال والواقع يا راجل، مش كده عيب؟ طب يعني نستر نشيل الدقن عشان الاتنين ما ينفعوش مع بعض. فخورة بنفسي عشان بنفسي. انا فخورة ان انا قاعدة في البيت ما
بنزلش الشارع اليومين دول، انا فخوره بذات نفسويتي والحمد لله ان انا ما بنزلش عشان بقيت بتفاجئ، وانا مش عايزه اتفاجئ، انا تعبت من كتر المفاجآت. انت مقطع بلتلونك ليه؟ ما كنت يعني من غير البلطلون ما كده كده كل حاجه باينه، كفايه الحزام الكبير اللي انت لابسه. انا مش عارفه انتوا ازاي مقتنعين ان ده فن. يا ابني ده مش فن، ده ملوش علاقه بالرجوله. يا ابني حرام عليك، المزيكا اللي في الخلفيه ده انا بحبها. يا ابني ما تبوظليش ذكرياتي مع الاغاني، حرام مش كده. ده انا بطلت اسمع اغاني مع حد عشان ما يشوهش ذاكره الاغنيه. يعني الاقي حضرتك ليه؟ انا عملت لك ايه؟ اه شبار، حضرتك جاي تتعرف عليها في المية النهاردة ولا ايه؟ سيب السمكة في حالها عيب. اه يا هبلة يا غاشمة يا اللي زي اختك الهبلة الكبيرة. يا بنتي ما تثقيش في اي حد هتتاكلي. مساء الخير. مساء النور حضرتك. الفيديو ده لاي ست؟ ست؟ لا ده كده هناخد 6 اشهر. اتفضلي، مالها الستات مضايقاك ليه؟ مضايقاك ليه؟ ولأي بنت؟ اركن البنات بقى على جنب بقى، خليكي في الستات اه عشان نبقى عارفين الكلام رايح فين. اتفضلي مش هقاطعك، كفايه انت مقطعه في نفسك. ولأي بنت من اسكندريه او من خارج اسكندريه؟ الحمد لله انا من خارج اسكندريه، بس انا بحب اسكندريه قوي. حرام عليكي ما تكرهينيش في البلد. اسكندريه حابه تعمل حواجب؟ احلفي، يعني دي حواجب معموله؟ دي حواجب متبرشمه. يعني انا اقنع بنت لسه كده بريئه ما دخلتش دنيا اروح اختم لها كده على حواجبها؟ ده ما فيش براها بربع جنيه ولا بنص جنيه. حواجب مش شرط الشكل ده. انا عايزه افهم بس حضرتك، هو اقنعك ازاي نعمل لك الشكل ده؟ انا راضيه ذمتك. شرط الشكل ده ممكن مايكرو بليدنج اللي هو شعره شعره. اه شعره شعره، ده انا خلاص انا عيت لي الشعره دي. بص الشعره دي وهتلاقيني ايه بيسك مع نفسي كده. شعره شعره، هير باي هير، كل اللي انت عايزاه. لو كان عليا انا مش عايزه حاجه الحمد لله. حضرتك انت اللي بتبيعي وانا مش عايزه اشتري. اوعى تشتروا منها. رموش كل الاطوال وكل الكثافه لسه عامله. هي الماسكاره انا بستحملها بالعافيه، وبقوم اخلص تصوير واقوم اغسل وشي. هفضل انا بالرموش دي 24 ساعه في البيت ليه؟ وبعدين الرموش بتوقع الرموش الاصليه، احذروا يا بنات. توريد شفايف جميل. ده تحمير شفايف مش توريد، ده انت قالي يا شفايفك يا ولية. شفايف جميل جدا جدا جدا، بيقعد معاكي وبيغنيكي عن الروج وتنزلي بحر اي. لا ده انا احط الروج وامزحه احسن، ايه اللي يخليني احط ماده تحت الجلد؟ شايفاني 24 ساعه ما بفرقش علبه السجاير؟ عادي ولعه وبننزل البحر عادي برضه. هي شفايفنا بس بتبيض من الميه والبرد عشان بنقعد بال 18 ساعه في الميه. انا عامله الحاجات دي كلها فين بقى؟ مش عايزه اعرف حضرتك عاملاها فين. وانتم ما تحاولوش تعرفوا وما تعملوش زيها، خليكم بطبيعتكم والله العظيم احسن بكتير. خليكي تشكشكي في نفسك، الانوثه عمرها ما كانت بالمكياج ولا باللبس. والله العظيم يا جماعه انتوا فاهمين غلط.